أخرى مع المحامين مع المهنيين مع الأساتذة. هذو الطلبة كتعاملوا معهم بهذا الحوار، هذا حوار تهديدي. هذو الطلبة بحال ما تزيدوش على هذا الشيء. هذو الطلبة خصهم حوار بطريقة أخرى. اليوم الحوار متوقف من طرفكم، من طرف الحكومة ماشي من طرف الطلبة. الطلبة اليوم كينتظرهم واحد المستقبل مجهول، وانتوما ما عندكمش شجاعة، وخاصكم قرار جري باش تحبسوا هذا الشيء تاخذوه. هاد الطلبة بين المطالب اللي طالبين اشنو هو؟ بغي يجودوا التكوين ديالهم. طلبة باغين يشتغلوا في ظروف مزيانة، باغين يكونوا محميين على المخاطر ديال الاشتغال ديالهم، باغين يديروا باغين التأطير في المستوى اللي التأطير تيعانيوا منه من لي زونسينيون ديالهم الى اخره. ما بغيتش ندخل في هذا الشيء. وما بين النقاط اللي طالبين هاد الطلبه هو المساله خصنا نرجعوا ليها ونتكلموا عليها، ما تكلمتش عليها ديال 7 سنين 6 سنين. هاد 7 سنين 6 سنين اليوم اصبحت متجاوزه، ماشي معقوله وماشي مقبوله. 7 سنين 6 سنين، 7 سنين يلاه تكفي طبيب باش يولي طبيب. هذا راه تنصوبوا طبيب، ما تنصوبوش واحد لا فونكسيون اللي هي ساهله باش ندمجوا ليه دي بروغرام ديال 7 سنين نردوهم 6 سنين. هذا كان يمكن يكون قديم وانتم تناقضتوا. في القديم كان طبيب تيتخرج في المستوى وعنده تكوين في المستوى وتيتاثر في المستوى، كان تاخذه من ساكيا ماني ويمكن له يمشي يولي طبيب في مستوصف ولا في مستشفى. اليوم طبيب تتنقصوا التكوين، ناقصين الاطباء اللي كيتخرجوا كيمشيو دابا للمستشفيات وتلقاو مشاكل، وبالتالي راكم كيعطيو وصفات. شكرا سيد النائب. شكرا سيد النائب. سيد الوزير المحترم، بخصوص تداعيات مشكل ابراد اضراب مفتوح لطلبه كليات الطب والصيدله، كنلتمسوا منكم يعني سيد الوزير تعيدوا النظر في قرار ديال توقيف ديال بعض الطلبه واللي كتبغى المده ديالهم حتى العامين، وهذا العام انا اش غيمشيو يديروا سيد الوزير؟ هذا الوضع كيطلب منا كاملين وبشكل خاص منكم سيد الوزير التحلي باقصى درجه الحكمه والتعاطف والتسامح. هذا الاضراب كيعبروا به الطلبه على المطالب والحقوق ديالهم وتوقيفات اللي كيتعرضوا لها ربما غادي تزيد تعقد الامور اكثر. الحل الامثل سيد الوزير ماشي العقوبات، الحل هو الاستمرار في الحوار البناء وايجاد حلول مقنعه اللي كتلبي احتياجات ديال الطلبه وكتبدد المخاوف ديالهم والمخاوف ديال الاباء والامهات ديالهم. شكرا سي الوزير. يبدو انكم فرحانين لسنه بيضاء طلبة الطب ضدا على مصالح البلاد ومصالح الوطن. اكثر من 2000 حتى 2500 طالب طبيب مهدد بالطرد في الوقت اللي حنا بلادنا في حاجه ماسه لهذه الموارد البشريه. طلبة مستعدين للحوار، حنا ما عرفناكمش علاش غلقتوا باب الحوار. السيد الوزير، خمسة النقاط اللي مختلفين حولها حنا مستعدين نتوسطوا ونساعدوا في الحل، لأن لغة التهديد ليست في مصلحة أي أحد. وشكرا. أخواتي إخواني نواب ونائبات، في الحقيقة هذا الموضوع ما خصناش نديروا فيه المعارضة والأغلبية، هذا موضوع وطني كي مستقبل ديال البلاد. عندنا اليوم خصاص ديال 30,000 طبيب، الا مشينا راه حامنا كنموذج واحد العدد اختصاصات ما عندناش، حتى الطب العام عندنا غير الزانترن. هنا انا اهيب بالسيد الوزير والحكومه، واهيب باباء واولياء الطلبه والتلاميذ، واهيب الطلبه والطالبات ديال الطب باش يغلبوا جميع المصلحه الوطنيه من اجل استئناف الدراسه. وحنا كفريق حزب الاصاله والمعاصره ويدنا ممدوده لجميع الفرقاء السياسيين باش نجلسوا مع الحكومه اغلبيه ومعارضه ونشوفوا هذوك المطالب اللي بقات كيفاش اللي يمكن لها تحل، لا وطنيا كيف قال السيد الوزير، ولا جهويا مع العمداء ومع حتى المدرسين. راه خصو يكون عندهم دور، هما اللي غادي يقولوا لنا واش خصو يكون شي حاجه زياده في التكوين والجوده وداك الشيء. ولكن 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 هذه القضيه هذه الاستئناف ديال الدراسه باش ما تكونش سنه بيضاء. حنا وليداتنا هذوك وهذه بلادنا خصنا ندافعوا عليها وما نقلبوش على المصالح السياسيه، نقلبوا على المصلحه الوطن اولا وليداتنا طلبه ديال الطب والطالبات اولا. ارتبط مشروعكم بتسريع تحول المنظومه نحو الكفاءه والنجاعه،
واليوم طلبة الطب هما واقفين، ولا قلنا واقفين بمعنى أن مشروعكم وحلمكم اللي كتعبروا عليه في كل مرة بتلاوين وردية مهما كانت مثاليته، ففشلكم في تنزيله على أرض الواقع هو عنوان الفشل. اليوم الحصيلة الحكومية يمكن أن نضيف إليها كما يحلو لكم ما لم تستطع أي حكومة أن تنجزه قبلكم، وربما ستخجل أن تنجزه بعدكم، هو أنكم تهددون اليوم وليداتنا وبنياتنا طلبة الطب بأسلوب الوعيد. اليوم طلبة الطب هم ضحية تعنت حكومة، كذكرونا بما حدث في التعليم المدرسي، الذراع الحديدية التي تسلكها الحكومة في تدبيرها للأزمات هو عنوان فشل ذريع. اليوم المغربي والمغربية يحتاج أن يتواصل معه، كلنا مع مشروع مغربي الغد ولا أحد يعرقل هذا المشروع. اليوم الحماية الاجتماعية وما تتطلب هذا المشروع الكبير وبالأخص في الأطر الطبية كيحتم بطبيعة الحال أنه ماشي الحكومة تكون في موقع ضعف ولكن في موقع قوة. شكرا للتعقيبات. كم تعقيب إضافي؟ الدراسة الست سنوات هو شيء مهم اللي غيمكننا من نطلعوا من عدد الطلبة ومن عدد الأطباء المستقبل، ولكن هاد الأطباء ولا هاد الطلبة اللي حاليا طلبة بغوا بديل. البديل هو جودة التكوين، البديل هو ذاك العام ديال الفحص السريري يتعوض، يعني ما يتعوض في السنة الخامسة، يا يعني إما يبدأوا الفحص السريري من السنة الخامسة والسنة السادسة. المهم يكون بديل بالنسبة لهذا الفورماسيون، هذا التكوين. شكرا. شكرا سيد الرئيس، شكرا السيدات والسادة النواب. أنا مشي من طبيعتي باش نسيس الأمور ولا باش نهدد ولا أنا من طبيعتي، وهي خصني نتجاوب مع المشاكل الكبرى ديال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في بلادنا. توجيهات ديال سيدنا واضحة، رأس مال بشري ما تيكتفيش غير على ديبلوم ولا على كرتونة. ما مشيناش ودرنا هاد التحول غير فقنا في الصباح وقلنا غادي نديرو نزلو من 7 سنين ل6 سنين، راني تنأكد عليها وراه كنقولها مرارا. هاد الشيء جاب عمل تقريبا فايت سنة وحنا خدامين فيه في جميع المكونات جميع الخبراء. غير بغيت نوضح بأن ممثلي ديال الطلبة الرسميون هما المنتخبون في الكليات المعتمدة. لا كنقولوا والو، ما كاين حتى شي مشكل، ما كاينش حوار وطني، ما كاينش في جميع الطلبة ما كاينش شي حوار وطني، كل الحوارات كتكون على الصعيد العمادة وعلى الصعيد رئاسة الجامعة. إذا كان شي مشكل آخر ما نقدروش نحلوه، حنا الحكومة حنا واقفين عليه وكنتعاونوا باش نحلوه. كلكم الأغلبيين في كلية الطب حتى أنا، ولا كنتم متبعين راكم عارفين اشنو كاين لداخل، والحكومه كتحمي جميع الطالبات والطلبه. انا نعرف بان موضوع ربما سياسي وربما بعضنا يقدروا يبغيو يستغلوه، ولكن كنقول لكم الله يخليكم وكنشدكم، هذا ماشي موضوع اللي غادي نتخلفوا عليه، هذا موضوع اللي خصنا نربحوا هذا الورش. نرجعت غير من اسبوع في افريقيا، كيفاش العالم الافريقي كيفاش كيشوف فينا، خصنا نتعاملوا معاه. عندنا جوده وهذا المشكله ديال 6 سنين ما بقاش عليها نقاش، راكم ربما تبعتوا فاس وجده مراكش ما بقاش عليها نقاش، ما بقاش النقاش ديال 7 سنين ولا 6 سنين، كل شيء مقبلو. حنا دابا كنقولوا الايدي مفتوحه، يدخلوا الاقسام يدخلوا والامتحانات ها هما جايين، واللي كانت كبيرة نحلوها ما عندناش مشكل. ولكن هذاك الشيء اللي وقع في السنين المقبلة الفارطة، راكم ربما معارضة كنتوا في الأغلبية راكم عارفين الوضع الدقيق، اليوم ما بقاش نهائيا. طالبات والطلبة المنتخبين راهم كاينين في المؤسسات ديالهم، العمداء فاتحين الأبواب ديالهم،
الرؤساء فاتحي الأبواب ديالهم، كل شيء كاين نقاش، كل شيء ما كاينش فيه مشكل. ولكن بغيت غير نذكر تكوين ديال طبيب، رانا قلتها لكم المرة اللي فايتة، أكثر من 1,000,000 درهم، أكثر من 140,000 درهم في السنة لأي طالبة وطالب. الضياع راه ماشي غير السنة، ولا راه تنظن ما غاديش نعطيكم المقارنة مع التكوينات الأخرى. الطلبة الممنوحين اللي كاينين في كلية الطب أقل من 8%. أنا كنناشد جميع الطالبات والطلبة باش يمشيو يدخلوا الأقسام ويديروا الامتحانات ديالهم، وكنواعد بأن غادي يكونوا من بعد تكوينات ديال الكوتشين وديال الثقة في النفس وديال الإنسان يكون يعرف شنو كيدير. لأن اليوم هذه النقطة اللي وصلنا لها، أنا عارف بأن ذاك الشيء رحنا عايشين، تنظن بأن راه كلكم عندكم وليداتكم وعندكم العائلات. بغيت جميع الطالبات والطلبة يحضروا المستوى اللي ربما كنتمناو فيه يكونوا فيه الطالبات والطلبة ديالنا. بغيت جميع الطالبات والطلبة يحضروا المستوى اللي ربما كنتمناو فيه يكونوا فيه الطالبات والطلبة ديالنا ديال الطب، باش ندركوا هذا الوقت اللي ضيعنا. وانا عندي امل كبير فيكم وفي جميع الاباء والامهات، لان عارفين فين غاديين. حنا غاديين اليوم تنحاولوا باش نردوا المستوى ديال الطبيب. زدنا المحاكاه، زدنا التيليميديسين، عملنا اكثر من 3 مليار ديال الدرهم، اكثر من 3500 منصب مالي ديال الاساتذه، ما عمرها ما كانت. اليوم استاذ لكل 12 طالبه وطالب بالنسبه لكليات الطب، ما كايناش نهائيا في المغرب. وهذه الحكومه عطات لهذا الورش، عطاته وسائل كبيره ما عمرها تعطاته. خصنا نديروا الثقه في بعضياتنا، وخص جميع الطالبات والطلبه ما يبقاوش يسمعوا للهضره الخاويه اللي في الزنقه. اول حاجه مشيو يدخلوا الاقسام ديالهم، يدوزوا الامتحانات ديالهم، والمشاكل رحنا كلنا قادرين نحلوها، كلنا بفضلنا كلنا. شكرا سيد الوزير. شكرا.